تحية من جديد لكم مشاهدينا ولكل اللي انضموا لنا بمشوارنا الصباحي لليوم. مثل ما تعودنا دائما مجموعة من السيدات بيكون عندهم مواهب كتير كبيرة بيسخروها بطريقة جيدة وجميلة لحتى يعملوا منها مشروع تعود لهم بريع اقتصادي جميل ومنها تظهر موهبتهم. اليوم صبية ضيفتنا هي عندها موهبة بصناعة الجزادين، الحقائب، مجموعة مختلفة من أعمال الكروشيه. لهيك اسمحوا لي رحب بضيفتي باسمة صالح مرتضى. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. نور اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك اهلا وسهلا فيك وكل عام وانت بخير بمناسبة يوم المرأة العالمي. وانت بخير يا رب وكل عام وانت بخير لجميع النساء لجميع النساء السورية. اهلا وسهلا فيك يا حبيبي. لو نحكي عن هيدا المشروع، ايمت بلشتي فيه ومين كان الداعم لإلك؟ هلا هيدا هي بالاصل هوايه بلشت فيها من شي سنتين بظل هيدا الاوضاع الاقتصاديه اللي مو مخفيه على حدا الكل بيعرف فيها. من سنتين انه حسيت انه ممكن تجيب لي دخل بلشت انا اشتغل فيها، اشتغل على الغرز المختلفه. كل جزار له نقشه مختلفه على فكره، وعامله اكتفاء ذاتي لبيتي بهيدي الأشياء. الكروشيه فن بحد ذاته، إبداع. يعني كل قطعة بدك تشتغلي فعليها، بدك تشتغلي على الغرزة، بدك تطوري من مهاراتك لأنه الموديلات كل يوم في شيء جديد، كل يوم في سوق بيتطلب أشياء جديدة. اشتغلت على هيدا الموضوع والحمد يعني لله. يعني انت كنتي قبل بتعرفي تشتغلي ولا لا؟ انت حبيتي هوايه هوايه وبلشتي تتعلمي كمهنه تماما. وين تعلمتي؟ كيف تدربتي؟ كيف حصلتي على هيدي النقشات؟ يعني هي ما انا شغله سهله يعني هي كلها هوايه لانه انا دراستي مختلفه تماما عنها. بشتغل جرافيك ديزاينر. حلو. يعني متعدده المواهب بس ما عندي مشكله اني باي عمل خايضه فيه وهيدا من ضمنه. عجبتني الفكرة واللي حوالي كلهم شجعوني انه لما بيطلبوا منك شغل انه هيدي القطعة مميزة اعملي لنا مثلها. صرت شوي شوي امشي عم نشوف بعض من اعمالك. تمام. هلا احنا بنبلش بشيء يلفت النظر بعدين بنوصل بننتقل لمرحلة الابداع ويكون يعني اكبر عدد من المتلقين انه فعلا يقولوا في هيدي القطعة حلوة. اول شيء نحن بنشتغل لنبرز حالنا وبعدين نحن بنبدع بهيدا المجال. تماما. هلا انت كسيدة عندها هيدا مشروع الخاص، فينا نقول كيف انت طورتي حالك من خلال سنتين لهلا؟ في هلا هي ادوات بسيطه. الغرز باخذها عن النت، باخذها عن مثلا شفت اي غرزه ولفت النظر، خاصه الغرز المجسمه كثير بتلفت نظر الغرز يعني المجسمة. انت تعبتي على حالك بشكل شخصي؟ ما رحتي لعند حدا عن طريق النت؟ بس لا بشكل شخصي لانه انا موظفه وشغلي جرافيك ديزاينر. هيدا اضافه. حلو. هيدا داخل اضافه مثل هيدا الغرز المجسمه. خلينا شوي التصميم بعد التصميم بيكون شخصي، بدك تتعبي على حالك. حلو. وبدك تشوفي ذوق السوق. ذوق السيدات. يعني مثلا انت شفتي لهيدي، يا ريت لو كان فيها هيدي الشغله، يا ريت لو زايدتي لهيدي. كل هيدي بتعمل ابداع. حلو. يعني بتعمل شغله كثير حلوه انه بتخليك تزيدي. مثلا هيدي المسكي معدن. حلوة. هيدا المسكي معدن. هلا هيدا عم جهزه. هيدا عم تشتغل. هيدا المسكي مختلفة تماما. بشتغل على المسكي. بتجهزيها. ويمكن هلا الجزادين الكروشيه لارا هي مطلوبة بالسوق وهي موضة من قبل السيدات. مطلوبة بالسوق أكثر شيء خاصة الكروشيه السوري. لأنه أثبتت إنه المرأة السورية كثير مبدعة خاصة بظل هالظروف. كتير ظهرت مهارات ومن الكروشيه. هلا شايفين بالصوره تنسيق الالوان. ليه اخترتي الجزادين؟ يعني نحن بنعرف الكروشيه انه هو مجاله مفتوح بتقدري تعملي فيه كتير شغلات، ولكن اليوم نحن عم نشوف اغلب شغلك هو جزادين. السبب انه انا كنت اعمل جزادين اكتفاء ذاتي لإلي. هي موديل بيعجبني اعمله واحمله. مثلا هيدي ربطه. هيدا ربط مسكته منه داخل له الخيش من رغبة شخصية. يعني انت رغبة شخصية حبيت تطوريها. كنت اعمل اكتفاء ذاتي لإلي. يعني بلبس اي موديل بيعجبني،
أي تصميمة بحبها بعملها. التشجيع من حوالي كونه مانو من شغلي هيدا، صرت ابدع فيه. قد ايه بتشوفي اقبال الناس لما بيشوفوا هيدا الشغل، انه لما بيكون منتج يدوي فعلا بتلاقي انه اغلب الاشخاص بيبحثوا عنه اكثر من انه انا قطعه موجوده بالسوق؟ طبعا غير الروتيني غير المصنع، هيدي قطعه متينه. ثانيا مشغوله بجهد، مشغوله بابداع، مشغوله بفن. يعني انت لما بدك تشتغلي هيك يعني يعني فيها شغل، فيها ابداع وفيها شغل كثير. يعني هو بيقول السيده بتحط من روحها بكل قطعه بتشتغل. تماما تماما. بتلفت نظره، خاصة في النساء كثير بتحب انه تكون لابسه شيء مميز. يعني بتكون هيك طالعه بطله مميزه عن غيرها، بتحب انه تجيب شغل يدوي. ما شاء الله عليكي. بس خاصة الشغل اليدوي كثير مشهور بهالفتره الاخيره كثير. صحيح، مطالب. يمكن بظل الظروف اللي عم نعيشها هي فرضت علينا انه نحن نشتغل عمل بديل، فرص عمل لكثير سيدات. باسمة يعني ما شاء الله موظفة، كمان مصممة، وبالإضافة لهيدا المشروع، كيف عم هيك توفقي بين وقتك؟ كيف عم تبدعي؟ أكيد عم تقولي أكيد بدك تنصيح. بالإضافة لأمي يمكن، ما أكيد الحمد لله رب العالمين. يعني هيدا الشيء يعني حاملة أكثر من تعب. طبعا في تعب، نحن بظروف كتير صعبة، يعني بدك أكيد داعم لإلك، داعم معنوي خلينا نكون صريحين. بدك تأمني وتكوني داعمة لزوجك لأسرتك، بدك تشتغلي. وخاصة هاي التصاميم كتير لقت إقبال، يعني المشجعين حوالي لقت إقبال كتير منهم. حبيت اني اطور الافكار. دور الرجل بحياه باسمه قد ايه كان له دور فعال؟ كثير، يعني لما بيساعدني زوجي مستحيل انا اقدر الحق على كل هيدا. يعني البيت لحاله بده الشغل، هيدا بده وقت، يعني بدك تنظمي وقتك انه كل شيء بحياتك يكون له وقت معين. حتى تستثمري الوقت بده يكون حدا معك يساعدك. حلو كتير. أكتر الصعوبات اللي ممكن أنه تواجهك، ممكن تعيق أنه تكفي مثلا بقطعة معينة أو كذا، واللي في بدائل أو حلول أنت ممكن تلجأ إليها؟ لا أنا عم أضطر لبدائل. هلا الخيط كتير، مثلا الخيط البدية مثلا ممكن تشوفي برا ما تشوفي بسوريا، ممكن تشوفي بمدن تانية ما تشوفي بلادية. هيدا الموضوع الخيط. عم تقدري تأمني أو تحطي بديل مثلا بنفس الجودة؟ بحط بديل أحيانا، بنطر على رأي الصبي اللي بده القطعة. ممكن هي تجيب لي الخيط، ممكن مثلا أنت جبتي لي هيدا الخيط، بدك هيدا الموديل، ممكن يكون هي رأيها هي مثل ما بدها هي. يعني بتعملي على طلب الشخص؟ أحيانا على الطلب، بس لما بكون أنا عندي مخزون لا بيكون على ذوقي أنا. أما لما بيكون الصبي بده شيء معين لا بيكون على ذوقها هي. طيب على الاكسسوار اللي بدها إياه هي. النقد بحياة باسمة قد ايه مهم؟ يعني سواء كان إيجابي ولا سلبي مهم، لأنه بيخليك تفكري بالأحسن. يعني حتى لو كان سلبي بيضوي لك على أشياء أنت ما أنك حطتيها ببالك، بيضوي لك على كثير أشياء وبيخليك تطوري. يعني هلا انتقدت بهيدا الموضوع انا بطور حالي فيه، ممكن يكون هو سلبي بالنسبه باللحظه اللي كان موجود فيها، بس بعدين انا بصير نقطه تستثمريها لهيدي تماما، بصير لصالحي انا. حلو كثير. هلا دائما بنعرف انه التسويق هو اهم مرحله ممكن يبحث عنها الشخص بعد ما بيعمل مشروعه، فهو اليوم بحاجه ل اكيد سوق تسويق ينشر هيدي المنتجات. اليوم وين عم تعرضي منتجاتك؟ كيف عم يعني في كثير نحن بنعرف في جمعيات خيريه، في مهرجانات، فعاليات، هي بتعرض هيدي المنتجات اليدويه؟ النت النقطه الاولى، في المعارض، ومن معرض الاتحاد العمال اللي انقام بالمرحله الاخيره بمركز الثقافي، مشكورين في معرض المنتجات المرئيه اللي كان مشارك، وطبعا كانوا معنا خطوه بخطوه الكل. كان المعرض مدعوم من النقابات، من مديري الاستاذ نبيل ريا، من الدكتور هادي مدير الخيوط القطنيه، كان مدعوم من الاتحاد، من المدام هيفاء اللي ما تركتنا ابدا، هي المدام ليلى بيشجعوا. وكان في تنظيم كتير، وكان في اقبال كتير حلو. حلو.
وقت اللي بنشوف نحن هيدا الدعم من قبل اشخاص يعني متميزين وقادرين انه فعلا يصدروا فينا نقول نساء منتجات ومستقلات ماديا ومعنويا، هي ترفع لهم القبعه وبدنا نشكر هيدي النافذه اللي عم بتكون لهدول السيدات اللي من خلال المعارض او من خلال اي فعاليه او طبعاً. من خلال النشاطات اللي عم بتكون فعلا بوابه خير لكم انتم كسيدات وبحاجه انه فعلا تعرضوا هيدي المنتوجات وهيدي الشغلات الحلوه اللي دائما بتغنى فيها وخصوصا بالمراه السوريه. اهلا وسهلا فيكي باسمة، وان شاء الله قادم الايام استضافتكم، وكل عام وانتم بخير بمناسبه عيد المراه مره ثانيه، والحمد لله على كل شيء. ما شاء الله يعطيك العافيه، واهلا وسهلا فيكي، نورتي. شكرا لكم.